بروح بقى يا سيدي لحزمني ياه. طيب حزمني ياه، انت ما كانش دورك يا الله على حزمني ياه، كانش في دور. كان ايه ده؟ انا انت بتحس بكده من طلتك من فوق الديكور. ايوه وقعد داخل ايه؟ حمامه بتاع تليفونات. ما كانش في دور خالص خالص، يمكن انا قلت الكلام ده. الروايه اصلا ما كانتش الناس دي اصلا. الروايه كانت مدام يسرى. وكان احمد ادم. وكان ليه حد تاني هيبقى معاه. كنت انا واحمد ادم صح. وكانت مدام يسرى، كان كاست تاني خالص. اتغيرت الظروف فجت مدام فيفا عبده. والدورين بقى مدحت وشريف. المهم فقالوا لي الاول بقى كنت بروح المسرح كل يوم وكذا، وسمعت خبر ما فيش مدام يسرى، بالتالي ما فيش الشخصيات التانية. فاحمد ادم قال لي خلاص هنمشي، هنعمل ايه يعني. بس مشينا، وكلموني بعد كده استاذ عصام كان حبيبني. قال لي تعالى بس اقعد معانا نشوف ايه اللي هيحصل يعني. قلت له ما خلاص الدورين شريف ومدحت تمام، شكلي مش لطيف يعني. قال لي لا تعالى بس ربنا يسهل وبتاع. استاذ سمير العصفوري حبني واثنى عليا كثيرا، وبقيت بروح كده كل يوم قاعد في الصاله ماليش اي لازمه. لحد ما يجي فرج ربنا يعني. وفعلا فرج ربنا جه، وده بصراحه من حماس عصام امام ليا. فقال له استاذ سمير عايزين محمد يبقى معانا وكذا. طب هتعمل ايه يا محمد؟ مش مكتوب في الروايه حاجه. قلت له يا استاذ يعني شوف حضرتك وكذا. ده سمير العصفور ما عندوش الكلام ده. وسمير يخلق من اللاشيء بالظبط للامانه يعني. يعني فقال لي اطلع، طب اتعمل دور الواد حمامه دوت كذا. جه الاستاذ عصام قال له نص الروايه عايزين يبقى فيه ضحك. فقال لي يا محمد ما تطلع مع عمك حسن حسني، كان مشهد اليمن. مش كانت حاجه تقيله قوي. انت جايبه لي العشاء وجايبه واحد ياكله بالظبط. طبعا طبعا. والحقيقه يعني من حظي الحلو الحمد لله ان انا في بدايه المسرح اشتغلت مع غول المسرح. حسن حسني. ده غول المسرح. تحيه يا حسن، مستنيينك يا حسن، جمهورك مستنيك بقى ان شاء الله. ربنا خليك لذيذ بقى وتعالى. انت فوزي بقى، احنا تعبنا، خد مني. بسم الله ابو الحاج، لقم على مقاسه وكده. الله يخليك. في ايه يا بهيج؟ في ايه يا زواوي؟ انت جايبه لي لقمه وجايبه لي واحد ياكلها؟ انا فاكره تبعك. تبعي؟ تبع منين؟ هنعرفه منين؟ ما احنا خلاص بقى بقينا ملقى في اي حد بيخش. ما هو السور وقع. ايه ده، انت مش فاكرني يا زواوي؟ افتكرك منين؟ انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ حاضر معاك انت ليه؟ والله العظيم اسيب الاكل. يا ريت يا سيدي. الله، بتنسى اصحابك يا صحابي؟ هو انت عشان ربنا كرمك يعني؟ كرمني؟ الحمد لله، الحمد لله والشكر. يا راجل حرام عليك ما تجننيش، ركز في الوش اللي بيكلمك يا زواوي. انا مش شايف الا بطاطسايه صغيره كده. يا زواوي والنبي ركز ركز. ثانية واحدة بقى. إيه؟ انت كانت عينك بايظة في التصوير؟ كانت عيني بايظة. احنا ايه حكاية اننا كل ما نيجي نصور رواية لازم نبقى عيانين ومضروبين؟ واحد من الجمهور ربنا يبارك له. جه بس حسن حسني. استاذ حسن راح مديها له. هو فيروس بيعدي بسرعة قوي. فيروس. ايوه ده كان دم الاوعية. لا لا، فيروس احمرار شديد. الدكتور قال لنا كده، قال لو حد سلم على حد بيلقط. يا نهار اسود. فحد من الجمهور بيحب عم حسن قوي، فراح مبصهوله. عم حسن بالتالي بيحبني، فراح مبصهولي. ورحت انا وهو للدكتور بعينينا وارمه وحاجات كده. وجي ميعاد التصوير فقلنا خلاص. وعملت عليها شغل. عملت، قلت له انا اللي بالزبط. كنت في اليمن معاك وانت دوست على عيني. وعيني مش عارف ايه. دوست على عيني بالجزمه.